ماشي يا ماهر، ماشي يا نجم الجيل، بس اللي بينا ما خلصش. سيري يوم ارجع مكاني تاني واجيبكم، ولما تلاقي نفسك واقف قدام حبل المشنقه ساعتها هتندم انك ما اخترتش تكون في صفي، بس الندم ساعتها مش هينفعك. مع السلامة يا باشا، نشوفك بقى عند المشنقة. يا سارة، قولي لي أخبار جهاز التتبع اللي حطيناه في عربية فتحي إيه؟ شغال؟ أيوة يا فندم شغال، وأقدر أتتبع عربية فتحي طول الوقت. حاضر يا فندم، عيني مش هتروح من عليه حتى في المدرية ولا في البيت. حاضر يا فندم، هبلغ سيادتك أول بأول. مع السلامة. إزيك يا سراج؟ يا فتحي، ايه الخطوة العزيزة دي يعني؟ بيني وبينك هي فعلا بقت عزيزة. يعني ايه؟ يعني الواحد دلوقتي ما يقدرش يخطي اي خطوة لما يحسب لها مليون حساب. انت مش كلمتني في التليفون وقلت لي ان العملية تمت في الامان؟ دي حقيقة، بس العملية دي اسرق من زي اي عملية. العملية دي ضحاياها مميزين، رجل أعمال كبير وبنته متجوزة ظابط ومش أي ظابط، عشان كده لازم ناخد احتياطاتنا كويس. عشان كده يا فتحي ما كانش لازم تيجي، كان كفاية البشرة في التليفون، وأنا قلت لك أنا هبلغك بميعاد التسليم والتسلم. المهم فين الورق والعود؟ متقلقش، شايلهم في حتة ما تخطرش على بال الجن الأزرق، والورق ده مش هيشوف النور لما تطلبه أنت. عموما انا بلغت الجماعه اللي بنعمل عمليه الحساب، قلت لهم ان المسائل كلها تمت في امان، وهم لحد ما يجهزوا الفلوس وناخد العموله بتاعتنا ساعتها بس هقول لك فين المكان والزمان اللي هتسلم فيه. هو ده اللي انا جاي لك عشانه، عشان تفضل ورا الناس دول لغايه ما يخلصوا كل حاجه بسرعه، عشان العمليه ما تتشمش اكتر من كده، عشان الخطر هيبقى حوالينا، عايزين نخلص وكل واحد يروح لحاله. انت شكلك كده مش عايز تخلص من هم العملية وبس. لا، ده انت عايز تخلص من هم الشغلانة كلها. عندك حق يا سراج، انا تعبت، تعبت قوي من موضوع الخطر ده، وبيني وبينك نفسي اشتقت للأمان. ماشي يا فتحي، اوعدك انه هيبقى تقاعد مشرف، وهريحك على الاخر حبيبي. طيب أمطلي أنا بقى عشان خاطر ترفو جاي لي على المزرعة، عايزين نقعد مع بعض شوية. سلام يا أستاذ. مع السلامة حبيبي، وسلم لي على تربو. يوصل. استعجل قوي على الراحة يا توحة، وأنا هريحك، هريحك على الآخر يا حبيبي. بيج ووركس، مؤامرة ايه واجرام ايه وعمليات سرقة ايه؟ مش كل حاجة تمت برغبتك ورضاك؟ احنا هنستعبط، هنلف وندور على بعض يا جانو. احنا لوحدنا، وانا عارف وانت عارفة، والعارف لا يعرف. اللي انا عارفاه حاجة واحدة بس، إن المجموعة بقت ملكنا وبين إيدينا، وهي مسألة وقت بس علشان نستلمها. ده على جثتي يا مدام، لو مخلوق
هوب ناحية المجموعة. هي الدنيا فوضى؟ وبعدين مين العاقل اللي هيصدق ان انا وبنت بعت لكم المجموعة بالطرق الساذجة العبيطة بتاعتكم دي؟ توي يا صبا، اللي حصل ده كله في دلوقتي تحقيقات شغالة فيه، ولو ظهر واحد معاه ورق بعقود او تنازلات هيروح في 60 داهية. ولما انت واثق من كلامك قد كده، ايه اللي جابك لحد عندي يا عامر بيه؟ جاي انبهك انكم هتدفعوا الثمن غالي قوي عشان شغل العصابات اللي انتم بتعملوه ده. ثانك يو انديد، شكرا على التنبيه، بس احب اطمنك احنا عارفين بنعمل ايه كويس قوي، واللي مش هنعرف ناخده منك بالقانون المصري هناخده منك بالقانون الدولي، وهندخل بقى معاك قضايا ومشاكل كبيرة، وهتبقى حرب هنمشيها للآخر، وانت عارف احنا نفسنا طويل وما يهمناش، وفي الآخر هناخد المجموعة، ولو ما خدناهاش هنديها على دماغك ودماغ اللي معاك إلا إذا عقلت وخدت وديت معانا وتفهمنا يا عامر بيه. اتفهمنا على ايه يا مدام؟ هقدم لك عرض سخي، It's your last chance، عرض ما تحلمش بيه، خصوصا بعد ما بقت كل اوراق اللعبة بين ايدينا. انا سامعك، كل اذان صاغية. بدل القضايا والمعارك والحرب اللي هتدور بينا واللي أكيد هنكسبها في الآخر لأننا عمرنا ما نخش أي معركة خسرانة، أنا بقول بلاش نضيع وقت وجهد وفلوس على الفاضي، تسلمنا المجموعة من سكات مقابل $500 مليار نحطهولك في أي دولة أنت عايزها، مبلغ كبير ومحترم، a very decent figure يعيشك انت وبنتك وحفيدتك ملوك، يعني بدل ما تطلع خسران كل حاجة اهو مبلغ كبير الى جانب السيولة والاملاك اللي عندك. صدقني هتطلع انت الكسبان. لو رفضت العرض بتاعك يا جان، خلاص تبقى انت الجاني على روحك، والمجموعة هناخدها وهناخدها بعقود بتنازل رسمي، ناخدها النهاردة بكرة اللي بعده بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، مش هنغلب، نفسنا طويل، والفيلم اللي انت عامله ده مش هيجيب نتيجة. تهديد ايه وسرقة ايه؟ كل حاجة تمت بمعرفتك ورضاك بشكل رسمي، والفيلم الفيلم الخايب اللي انت عامله ده انت اخترعته علشان ايه؟ تبتزنا وتهددنا وترجع في كلامك، وكل ده بتنسيق ومساعدة مع جوز بنتك الضابط. ده اللي هيظهر للعالم كله وللميديا، وطبعا احنا عندنا اوراق ضغط كبيرة على الحكومة المصرية تنفذ لنا كل الاحكام العادلة اللي هتصدر ضدك، فمش معقول بلد عايزة استثمار وعايزة مستثمرين تسمح لأي حد مهما كان الحد ده انه يلعب بيهم ويسوق سمعة الاستثمار في مصر. احنا خلاص حطينا رجلنا جوه مجموعتك، and step after step هنخش هنقعد هنتمكن، هنبقى أمر واقع ومسألة وقت لحد ما نرميك برا، وساعتها مهما عملت مفيش حد هينفعك. اللي يهوب ناحية المجموعة مش هقطع رجله، ده أنا هقطع رقبته. النص ساعة بتاعتك خلصت، أنا عندي ارتباطات، كنت سعيدة جدا إني شفتك مستر عامر. وأنا أكثر سعادة يا مدام جانو.
إذا كان وقت انتهى فاللعبة بينا لسه ما انتهتش، وهنشوف مين هيخلص على التاني والبادي أظلم. ها؟ جود باي، مع السلامة عامر بيه، تبقى طمني عن صحتك. عربية فتحي اتحركت من عند ماهر وفي طريقه للمزرعة. يبقى أكيد ماهر راح يسلم العربية لفتحي. وأكيد يا فندم فتحي هحاول يعمل محاولة تمويه عشان يزوق مننا، وعلشان يقدر يوصل التوكيلات والتناسلات لشكري. وإحنا لازم نسهله محاولة التمويه دي، لأن كمان فتحي لما هيعرف من ماهر إن أنا بعدت عن القضية هيحاول يتحرك بسرعة قبل ما يجي حد مكاني يمسك القضية ويرصده. ده غير إن شكري بعد ما يعرف من رانيا إنك بعدت مش هياخد حذره قوي. المهم إن رانيا تبقى تحت مراقبة دقيقة. ما تقلقش يا فندم، ده حصل وساعتها هيبان بقى إذا كده بتشتغل مع شكري ولا لأ. وشكري نفسه تحت المراقبة. كويس، وزي ما قلت لكم دي آخر فرصة لينا. لو نجحوا إن هم يضللونا ويسلموا الورق من غير ما نمسكهم متلبسين يبقى عليه العوض، وعلى رأي استمام بيه بقى نشوف لنا شغلانة تانية أحسن. أسراج، عايزين نتقابل النهاردة بالليل عشان نخلص عملية التسليم والتحويل، عايزين نخلص من الحكاية دي بسرعة. أنا هكلم برهان وارتب معاه على 10 بالليل كده نتقابل في الفندق. أوكي، سلام يا حبيبي. سلام. ساعتك مروح يا باشا؟ هروح ارتاح شوية عشان عندي بالليل ميعاد مع سراج وبرهان. لو احتاجت اي حاجة كلمني على الموبايل. اوكي؟ حاضر. الو راني. طيب انا طالع على البيت، قابليني هناك. يلا سلام. سلام. مع السلامة يا باشا. يا لعبك يا تربو، يا لعبك كفارة يا عم فتحي. يا ما دقت على الراس طبول وهعدت. بس تكمل على خير ونخلص بقى من شوية القلق اللي احنا فيهم دول ونقفش الهبرة الكبيرة وعيش بقى وسيبنا عيش. صعب عد خلاص يا فتحي، وهنخلص قريب قوي، خصوصا بقى خد اللي جاية دي. ايه؟ الضابط طارق الرخم حل عن سمعنا خلاص. ازاي؟ حل عن سمعنا ازاي؟ وانت عرفت منين؟ الباشا نفسه جالي وزارني. يا لعبك يا تربو. لا لا لا، بص بقى، انا عايزك بالراحة كده تحكي لي على كل حاجة وإيه اللي حصل بالظبط. ازيك؟ مساء الفل يا شكري دير. مساء الاخبار الطازه يا رانيا هانم. ومش اي اخبار، عمليه العقود والتنازل جابت من الاخر وخلصت على عامر ونورهان. لا وكمان طيرت حضره الضابط خالص من مكان. لا بالراحه، واحده واحده عشان افهم واستمتع وكيف. عينيا. يعني طارق مسكين قوي فتحي، بيحاول يعني يتعلق باشياء الجالي عشان يساومني ويزغل العينيا. بس على مين؟ ده انا تربو بتاع يا غير اشطر. يا لعبك يا تربو. بس انت عارف ان الضابط طارق ده صعبان عليا قوي. ضابط شاطر بس الضربه جات له في مقتل. هنعمل ايه؟ روح ما بعدك روح.
هو نصيبه بقى جه معانا كده يا تاح بقى. ما تقلبهاش بقى يا تاح يا عم. في ايه يا عم؟ كل واحد بياخد نصيبه. وبعدين يا اخي دي مش اي خط، دي خطة العمر يا تاح. عشان خطة العمر دي انا الورق بتاع العملية دي شايله تحت جلدي في حتة الجن الازرق ما يعرفهاش. والله يا تاح انا عن نفسي من يوم ما عرفتك كل ترتيباتك الجن الازرق نفسه ما يعرفش عنها اي حاجة. يا راجل ده انت ممكن تخفي الجن الازرق نفسه. يا ابني الذين هتربوا. على كده بقى نكلم سراج ونظبط معاه ميعاد ومكان التسليم ونخلص. بالظبط كده، احنا فعلا لازم نخلص بسرعه. الكل دلوقتي واخد الضرب على دماغه من فرط قبل ما يطلع لنا عفريت جديد ويفضل ينخور ورانا. عندك حق قادر، عايزين نخلص ونرتاح بقى ونتولد من جديد ونسيب العيشه مع فرطه دي. احنا تعبنا قوي. اخر الجن الازرق. طول عمرك وش السعد يا رانيا واخبارك بتمتعني. طب عد الجمايل بقى، ده انت حتى بقالك فتره منشفها قوي. منشفها ده ايه؟ هو انت عتقه؟ ده انت زي المنشار. ليه كده؟ ده احنا حبايب. ده اللي ياكل لوحده يزور. وبعدين دي مش اي اكله، دي اكله دسمه جدا مجموعه عامر بحالها. جري يا رانيا، ما يحسد المال لاصحابه. وبعدين مش سبق وعدتك بمنصب ومرتب ما تحلميش بيهم لما المجموعه تقع في حجري؟ ما هي لما دي انا ما بحبهاش. دلوقتي انا فرحتك، ما تفرحني، ولما يبقى يحصل يبقى فيها كلام تاني. حاضر يا رانيا، من عينيا والله اللي في جيبي ما في غيره، بس ما يغلوش عليكي. حبيبي يا غالي. يلا قومي بقى شوفي حالك عشان عندي مشوار مهم لازم اعمله. اوكي، تصبح على خير. وانت من اهل حياتي. باي باي يا روحي. ايه ما بتشبعيش؟ طماعة قوي. جرى ايه يا مختار؟ هو شكري يعمل لك استراحة هنا وانا مش واخدة بالي ولا ايه؟ بيني وبينك يا قمر، اليوم اللي بعرف فيه انك هتيجي تطل علينا باجي جاري عشان امل عيني من جمالك ودلالك. والحمد لله مليت خلاص. مش قوي، بعيد عنك كل ما ملي كل ما اشتاق اكتر. طب اقول لك ايه، ما تسيبك من الاسطوانه المشروخه دي وخش للي مشغلك جوه عشان مزاجه عنب، خليه يظبطك. يظبطك؟ شكلك خارج متظبط ومتحين ومتدفع الاخر يا معلم. عقبالك يا روحي لما تتدفى. تصبح على خير. وانت من اهلي الف سلام. اخضر رجعلك في كل خطوه سلام. باي باي. باشا، ايه اللي هدفك عليا السعادي؟ خدامك يا باشا، ما استغناش عنك ابدا. طمني سعادتك، في اخبار جديده؟ اخبار حلوه قوي يا مختار. شكلها هانت يا باشا. شكلها كده. اقعد خد لك كاس، عندي مشوار هروح اخلصه على طول وارجع لك. حبيبي سلام. روح يا شيخ، ربنا يفتحها في وشك ويوقف لك في كل مصلحه مصلحه مقضيه يا رب. وانتوا جاهزين؟ وانت بتسلم الورق التحويل هيتم قصادك عشان تبقى مطمن يا سيدي. الدار امانة يا شكر بيه، ودي مش اول مرة نتعامل فيها مع بعض. المهم ننجز يا سراج، الناس اللي بره مستعجلين. واحسن لنا نخلص سخن سخن كده، خصوصا ان طارق غار من سكتنا. طيب خلاص، انا هرتب مع الرجالة بتوعي واخد منهم الورق وبعدين اتصل بيك ونتفق على ميعاد عشان نخلص كده. تمام فعلا يا طارق بيه، انت ليك نظر ما بتخيبش. احنا رصدنا اللي اسمها رانيا دي بتزور شكري فيلته، واكيد بلغته بالمطلوب زي ما ماهر بلغ فتحي. ده غير اننا اتاكدنا ان سراج هو الوسيط بين شكري وفتحي بعد ما رصدنا سراج وهو بيقابل شكري وبرهان. انا كنت حاسس بكده من ساعه ما فتحي راح لسراج الجاليري. اكيد دلوقتي طبعا
سراج هيقابل فتحي يستلم منه الورق عشان يروح يسلمه لشكري وبرهان. كده الحكايه واضحه تخلص الطريقه وكل خيوط اللعبه بقت في ايدينا. انا مش عايز الثقه دي يا شريف. احنا بنلعب تعبين، مش عايزين نحس ان احنا مسكناهم لانه ممكن في اي لحظه يفلتوا. والتعبان حلك الوحيد انك تقتله انك تضربه على دماغه. فالحل الوحيد مع الناس دي ان احنا نطب على دماغهم في لحظه التسليم ونمسكهم متلبسين. عايزك تعدي عليا بكره في الجاليري يا فتحي. عشان نتفق ونرتب عمليه التسليم. لا تطمن، العميل جاهز. يعني انت تسلم هتقبض حقك وحق رجالتك على داير مليم. ماشي. سلام يا فتحي. لسه برضه ناوي تسلم غنيم رقبه فتحي؟ ما دام هنفضها سيره وهنعتزل يبقى هي دي اصول اللعبه يا اميره. وبعدين 3 مليون دولار مش شويه. يعني يستاهل نبيع فتحي وابو فتحي كمان. طب وانا؟ انت حضرتك هتخلص وتاخد الفلوس وتقفل الجلبي وتسافر. طب وانا هفضل كده متشعلقه في الهوا؟ ده برضه كلام يا اميره. انت مننا وعلينا. ما تخفيش، انا هبهددك وامن لك مستقبلك قبل ما اسافر. طول عمري عايشه في خيرك يا سربي. وانا مش هخلى بيكي ابدا يا اميره. بس انا اخلص واهبط وقبل ما فارق البلد دي هظبطك. طول عمرك ابو الكرم يا سربي. طيب ارتب انا بقى نفسي مع غنيم. الو يا غنيم، طمني عليك. في خير ونعمه يا باشا، ومش ناقصني غير سؤالك عليا. عارف مسافه الطريق يا باشا. ايه النظام يا غنيم؟ السراج عايزنا عشان نرتب لليله كبيره. يعني هنقفش ونتبغدد وهندوق المهلبيه بالقشطه. وغير كده بقى هشفي غليلي وانا بقطع من جدة فتحي بالحته. جات لك على الطبطاب يا شر خلي الله. يلا عشان ما نتاخرش عليه. يلا. بكره معادي مع فتحي علشان ارتب معاه معاد الليله الكبيره. لسه هترتب يا باشا؟ ما تستعجلش على رزقك يا بنين. بعد ما اقعد معاه الميعاد هيبقى بعد منها بيوم بالكتير. وانا ورجالتي جاهزين جهزان السنين وعلى احر من الجمر. التنفيذه بقى فين يا باشا؟ بيتهيألي مش هنلاقي مكان احسن من هنا تستفردوا فيه بفتحي. انا لو عليا عايز عسكر هنا من دلوقتي عشان اكون في شرف استقبال الغندور. المهم عايزك ترتب حالك كويس قوي انت ورجالتك. خلي بالك فتح مش سهل ونار ازرق، يعني لو فلت مننا المره دي هتبقى مصيبه سودة. يفلت ده ايه؟ عيب عليك، ده انا بعمل الشغلانه دي بمزاج المزاج. ده غير ان عايز في نفس التوقيت تبعت حد من رجالتك لاكرم يخلص عليه في بيته. لا دي بسيطه، النغه الصغير ننوس عين امه ده يخلص في غمضه عين. لو عايزني كمان اخلص لك على ماهر اللي عامل فيها اندرتيكر وترابل اتش في بعض اخلص لك عليه، واي حد كمان فوق البيع انا تحت امرك. لا 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 كفايه اكرم بس، لانه هو اللي ممكن يرطرط في الكلام. الباقيين هيخافوا، ما لهمش دعوه بالحكايه. بعد ما يحسوا ان اكرم وفتحي ماتوا هم هينفذوا بجلدهم، هيبقوا عايزين يهربوا لاي حته. اعتبره حصل يا باشا. وده مبلغ تحت الحساب وبقيه المقاوله لما تخلصوا من العمليه. يدوم الواجب يا باشا. استنوا مني بكره تليفون أأكد لكم فيها الميعاد النهائي، بس في نفس الوقت اللي هيهل فتح عليكم هنا يكون راجلكم بيخلص على اكرم هناك. تلاش يا باشا، في نفس اللحظه اللي هنخلص فيها على اكرم ساعه ظهور فتح برضه هيخلص. تمام يا ابو السيد. المهم مش عايز اي غلطة في العملية دي، لان غلطة في عملية زي دي قفورة.
طمن كبرنا وحط في بطنك شادر بطيخ لحد بقى ما نحنيلك ايديك بدم الغندور والنغه.